الاخبار يا نيويورك؟ هروح البيت على سبايدر مان. سلام صاحبي، الموضوع كبر قوي دلوقتي صح؟ الناس محتاجه سبايدر مان الودود دلوقتي اكتر من اي حاجه. لازم نفكر في اسم اقصر. التطبيقات المشهوره من كلمه. اهلا بيك، ايه الاخبار؟ شفت الاخبار بس كانت بلغه سنكاريا، ف يعني اما ان برج اتفجر او في مخبوزات بتتحرق، والاثنين ما لهمش اي معنى الحقيقه. انا بشوف رحلات الطيران، ممكن ارجع بكره بالليل. لا ما تعملش كده، مش مشكله، انا عرفت مين المسؤول هنا وانا هوقفه، اوعدك بكده. تمام انا واثق، بس لو عايز مساعده هجيلك في اول طياره، ولو لا هشوفك كمان كام اسبوع. تمام؟ اه تمام، شكرا وبالتوفيق وانت بتتعلم لغه السنكاريا. تمام يا ريس، الخطه عيله فين عندهم محل تصليح في وسط البلد، كانت بتعمل كل اشغالها هناك، وحظي تكون لسه هناك. مش هيكون اسهل لو اتصلت بيها وكلمته؟ ما اعتقدش يا صاحبي، لما شفتها على الجسر ما عرفتش مين الشخص ده. رصدنا المجتمع السري بيبوظوا يافطة إعلانات. المحل مقفول ومهجور، حاجة حزينة إنه يبقى كده. لازم ألاقي طريقة أدخل بيها، مش عايز حد يشوفني. يا ريت الاقي شباك مفتوح. يلا بينا. اهلا، المكان ده مترب، محدش دخله من فترة. المحل ده مسكه 3 أجيال من عيلة ميسون. ريك قرر يبيع المكان ده لما أهله ماتوا. تقريباً فين أقنعته بالعكس. كتب جامعة إمباير ستيت بتاع تريك، بيدرس بالليل عشان يشتغل في المحل الصبح. كان هايل جداً. حد ساب الأنوار شغالة. بطاقة تبع روكسون باسم إيلا ستيرلينج، بس دي صورة فين؟ فين اتفقت مع حد عشان يقتحم روكسون؟ شوية أدوية.
عامل تحفيز المستعمرات لعلاج تلف نخاع العظم. بس لمين؟ في حاجة ورا هنا. تمام، دي الغرفة السرية. ملف فيديو من 6 شهور فاتوا. هعمل تحليل اختباري. نص فريق عيانين وكريجر مش معترف ان نيو فورم السبب. لازم الليلة. اسمح لي، احنا مستعدين؟ لازم نستعد. بدأوا يبنوا في هارلم النهاردة وقبل الميعاد المحدد. بيسمموا البلد علشان يكسبوا، بيكروتوا الدنيا وبيتجاهلوا معايير السلامة. مش هسمح لهم يفسدوا شغلي كده يا فن. تمام، أولاً هنشيل المفاعل وبعدين نمسح البيانات. متأكد إنهم مش هيقدروا يصنعوا منه تاني؟ لا، طالما هندمر المخزن الاحتياطي في جيرسي كمان. بس هما من غيري مش هيعرفوا النيو فورم بيشتغل إزاي. المشروع هيبقى في الباي باي. هبدأ تسجيل، لو حاجة حصلت الفيديو هينزل على طول على البيوجل. ممتاز. مستعدة ننقذ نيويورك؟ جاهزة. في فيديو تاني. مش ممكن، مفيش فيديوهات، أكيد الموبايل باظ. اليوم مش هيضيع على الفاضي. أوعدك ريك. كانوا بيحاولوا انهم يقفلوا مشروع النيو فورم، بس في حاجة غلط. آخر موقع متحدد لموبايلها، لو قدرت تتبعه. يلا يلا اختفي اختفي. يلا وهنا ما تسيبوهوش. اختفى. هو يقدر؟ تقريبا كده هتجيلهم الكواليس بعد ما اختفيت. مش هقدر اخلص منهم الا لما يجي. ابعدوا السايبر مان عن الكمبيوتر. هو راح فين؟ بالاسلحه الجديده دي مفيش حاجه صعبه. شكلي شغلت انذار وانا مش واخد بالي. مين ده؟ كنت عارف ان اقدر اعمل كده. Yeah.
صحابهم؟ هم لسه نايمين قوي، لازم استنى لما يهدوا شويه عشان اشوف شغلي معاهم بقى. اللي ده بيحصل؟ كانوا هو خايف ومستخبي، هنقدر نخلص عليه. في حد هنا؟ مش هنقدر علينا من غير سبايدر مان. اوكي نرجع للكمبيوتر. لو قدرت ان الاقي موبايل فين ممكن افهم اللي حصل لريك وهي ليه بقت التينكرر. اهو لقيت الموقع. المدينة كلها في ظهرك يا سبايدر. قول بطيخ. حظك كان وحش على الجسم. هكلم جانكي اقول له على الاخبار. اه يا سبايدر مان اتكلم. بقول لك لقيت حاجة في محل فين؟ ايوه انا عارف هي ليه بتعمل كل ده. حاجة حصلت لاخوك حاجة وحشة. انت مش ممكن. ريك كان شغال مع روكسون، كان رئيس العلماء اللي شغالين على النيو فورم. واو واضح ان النيو فورم خلاه يهرب. سايمون كريجر كان بيقول لكل الناس انه امان. ده بيكذب. فين واخوها حاولوا يطلعوا النموذج الاولي للمفاعل عشان يمنعوا انه يتطور. ايه اللي حصل؟ مش عارف لسه. فين سجلت كل حاجه على التليفون بتاعها بس ضيعته جوه المختبر. انا رايح اجيب. اسمع انا هنا، اتصل لو احتجتني. تمام. لازم الحق اوصل لسنترال بارك قبل ما يزيني. لمعلوماتك مجموعة بتقتحم محل قريب. مش بسبب جنك النهارده عمل كل حاجة مظبوط ودي حاجة غريبة. لا أنا حاسس بخيبة أمل عشان تاني في منهم مقتنعين إن مفيش مشكلة لما شخص غريب ما عندوش أي سلطة قانونية يدور في المدينة وهو لابس زي تنكري وعامل نفسه منقذ. وتاني ثقتهم اللي غير محلها اتسببت في كارثة. الحقيقة هي إنه مش مهم إذا كنتم فاكرين سبايدر مان شخص كويس. ما يهمش إن كان هو فاكر نفسه شخص كويس. المهم هو إنه كل مرة حاجة في المدينة بتتدمر هو بيكون هناك. ودلوقتي تلميذه بيقوم بالدور ده. مختبرات أبحاث روكسا. هنا كانت بداية مشروع النيو فورم. موبايل فين موجود هنا. تقريبا كده لقيت طريقه. شويه
قشطة، أنا بحب كده بالظبط. التهوية بدرع فولتو عالي، إيه مصدر الطاقة؟ لازم أعطله بأي طريقة. هما المقاولين دول هيظهروا ولا إيه؟ خليك تدفع الثمن. شايفوا اضربوه، اضرب نار عليه. اشتركوا مع سبايدر مان. اطلع منها. ينشن عليه. طيب لازم ادخل المبنى. انا اقدر اشحن اي حاجه بالصاعقه. يا ترى اقدر افرغ الكهرباء برضو؟ استنزاف الكهرباء بيولع المولد. مش مصدق انه شغال فعلا. ودخلت. بلاش تدوري، بلاش تدوري دلوقتي. إن اقتحم مختبر مليان حراس معاهم أسلحة. أجازة الكريسماس مختلفة السنة دي. المفروض أروح البيت وأريح لي شوية وألعب كتير قوي وأكل طن بسكوت كريسماس مثلا. أنه ناحية لحظة، أنا بلف في دايرة. الراجل اللي راكبها أكيد بيزود سيرته الذاتية.
الموبايل كان في مستوى أبعد بكتير من الأرض. لو المجتمع السري قتلوهم، ولو سبايدر مان او تينكر قضوا عليهم. مفهوم يا فندم. لو احتاجنا دعم اطلبوا الدعم. كل حاجه هنشيل المكان شغال.